الله الرحمن الرحيم. باهي اليوم رسيت نتاعنا نتاع طاجين سبناخ، طاجين البي اللي هو المقادير نتاعنا 500 غرام ديك رومي او سكاروب مفروم، رحناه 500 غرام غوتا والا ريغوتا اللي هي نوعيه من الجبن، بريس كيلو سبناخ غسلناه مليح بشويه خل وشويه ملح، خليناه يسلتر مليح باش تنحى الماء نتاعو، وبريسك 11 عظمه ولا 12 عظمه، سا ديبون كان عظم صغير ولا كبير، شويه زبده مارغرين هي تشبه للزبده، شويه باش نقلب بها السبناخ والسكالوب، شويه للبلاتو باش الطاجين ما يسقناش في البلاتو، وشويه ملح وفلفل اكحل للترفيح، وربو هذه نسحقوه باش نحو بيه السبناخ نضربو بيه العظم، وهذه القلاية جوست باش نقلب فيها السبناخ. باهي نبدو بسم الله الرحمن الرحيم باش نقلو السكالوب نتاعنا. باهي نحطو الزبدة تسخن شوية، تاخد شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية ملح شوية فلفل أكحل، قلبو شوية كان ديجا هو بدا يطيب، جست يطيب شوية وبرا، مخلوش يطيب برشا خاطر هو ديجا مزيد شفة بالفور. أما ثما أسوس هي نورمالمون وقت تلحي اللحم هو طايب خير من تلحيه هو ناي، أما جست حلينا الوروق اللي اللي لازمنا نستعملو اللحم مفروم، حيناه البنة نبدو نجمو توا باش نخلوه يبرد شوية، ونعاودو نضربوه شوية في ربو مع العظم مع الكونفيتين تاع العظم نتاعو. باهي نحطو العظم، بسم الله نحطو بالكعبة، بسم الله أربع عظمات، نعملو شوية ملح وشوية فلفل أكحل، نضربوه شوية دوبليش، ما يلزمش يكون أرطب برشا باش تبقى يحافظ على البنة نتاعو. لازم تكون هكا ما يكونش ارطب برشا. ناخذو البلاتو نتاعنا اللي باش نطيبو فيه، نعملو شويه زبده، ندهنو البلاتو باش ما يلصقش، لا باش يكون طبقات وما يلزمش الدنه في كاع البلاتو. بسم الله صبو خالي البلاتو نتاعنا الطبقه الاولى، بسم الله. بين عاود نذكركم ما يلزمش يكون السكالوب مرحي برشا، خاطر جوست هي لاسوس نتاع البنه، كي يبدا مرحي برشا ما يكونش بنين. نطرحوه بالبدا خاف تكون بلا شويه خير، حضرنا الفور نتاعنا على 200 درجة وندخلوها هذه الطبقة الأولى نتاعنا على مدة 10 و15 دقيقة، جوست ما يشد شوية روحها باش نجمو نحطو فوق الطبقة الأخرى. ندخلو الفوق، بسم الله. توا باش نحضرو سبناخ، نعاود نذكركم إن هذه زبدة مارغرين نباتية، اللي يحب يستعمل الزبدة الأخرى ينجم، أما تكون هذه أخف النكهة في طعمها وخير. باهي باش نحضرو سبناخ باش نقلوه شوية، انتم باش تشوفوه هكا برشا، اما هو دوب ما يتقلى باش
الفوليوم تاع كل بشونس. السبنيخ هذا حضرته وغسلته بشويه ماء وخل وملح، خليته يستكتر مليح مليح، خاطر هو يعني ما يلزمش يكون فيه الماء، هو ديجا فيه برشا ماء من داخل، باش نعاودو نعصروه بعد ما نقلو. نحطوه على الغاز. نجم نشوفو توا الكيلو نتاعنا تاع السبنيخ قداش، ولا خلوه يكمل يدبر في راحتو. السبنيخ نتاعنا سيي يحضر، جست كيما تشوفو مسيب الماء نتاع، لازمنا نصفوه نعصروه مليح. شوف معانا توا السبنيخ نتاعنا عصرناه مليح، نجمو نشوفو كمية الماء اللي خرجت منه، ديجا هذا معصور وشايح من قبل. باش نحطوه في الربو مع العظام جوست 5 ثواني ماكسيموم باش نلحقو، خاطر هو ما يتحملش رحيم. باهي نحطو في الربو تاعنا، أربع عظمات، أربع بيضات، فرحوه بشوية ملح، شوية فلفل أكحل، و ديجا قليناه معادش فيه برشا قوة. هذه باش تكون طبقة ثانية من الطاجين نتاعنا. باهي هذه خرجناها من الفور، نجم تتنفخ شوية ما تفجعوش، هذيك شوية جوست خاطر العظام هكا كيما تشوفوا طايب شوية، ما يلزمش يكون طري، شيح شوية باش ما يتخلطش بالطبقة الثانية اللي باش نحطوها اللي هي السبناخ. باهي نصبو بسم الله الطبقة الثانية. بسم الله توا كي ندخلو الطاجين نتاعنا الفور خلوه يشعل دب من فوق، خاطر ديجا سكالوب طاب من فوق من اللوطا باش ما يتحرقناش طبقة لوطانية، وبعد كي نكملو طبقة ثالثة باش نخلوه شوية يخدم من اللوطا من فوق باش تطيبو كله مع بعضها. بسم الله دخلو الفور، نجمو تلاحظو الطبقات من بدات من توا تبان، من قبل ما خرجوه من الفور نتفقدوه شوية جوست نمسو. ها توا معايا شيح، نجمو نخرجوه من الفور باش نجمو نحطو طبقة أخرى وما تدخلش في وسط الطبقة الثانية. نبدو توا نحضرو الطبقة الثالثة نتاعنا اللي هي تكون من قوطة، اللي هي ريكوتا. أما توا مع القوطة إن شاء الله باش نحطو دوب أبيض عظم باش ما تصفرناش، باش نحافظو على اللون الأبيض نتاعها. حاجة توا باش نضربوه شوية، باش نعمل شوية ملح، شوية فلفل أكحل، هي تكون خير بالفلفل الأبيض، أما مادام معناش فلفل الأبيض نجمو نستعملو فلفل أكحل. نضربوها شوية، كيما قلتلكم باش زدنا عظمة أخرى، أبيض عظمة أخرى، باش نسهلو عملية الرحي. بسم الله. نصبو طبقة ثالثة نتاعنا، باهي ندخلوه توا للفور المرة الأخيرة، خلوه يشعر شوية من فوق كهو شوية باش تشد روحها القوطة، ونعاودو نشعلوه شوية من فوق من اللوطا.
هي بسم الله توا الطاجين نتاعنا حضر، ما بقى كان نقصوه. بسم الله لازم نخلوه يبرد شويه باش كي نقصوه خرجوا. بسم الله شوفوا الطبقات كيفاش. مازال سخون شويه، هو كل ما يبرد كل ما يكون القصان نتاع اسهل شويه. باهي توا باش نقص شويه طاجين باش نوريكم الطبقات نتاعو من الداخل كيفاش. نجمو تشوفوها هكا تلاحظوها، هو احنا نبدو ضربنا عصفورين بحجر صغار وكل ما ياكلوش السبناخ في مرقه ولا حاجه، ونعرفو الفوائد نتاع السبناخ في الحديد وكل شيء بطبيعة في طاجين كيما هكا باش ياكلوه باش يتبنوا وصحة وبشفاء.